وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على القناة الوطنية الثانية في 10 10، برنامج المبادرات المشاريع النجاحات التونسية والتألق المحلي وحتى الدولي. تواصلوا معنا ممكن عن طريق صفحتنا على الفيسبوك 10 10، ومرحبا بكل الاقتراحات وكل الانتقادات وكل الشكر وحتى كل التساؤلات اللي قاعدة تصل تباعا على هذا العنوان المكتوب أسفل الشاشة. ومرحبا بكم. حكايتنا الأولى حكاية امرأة تونسية حاملة لشهادات جامعية، خدمات نجحت، حقت ربما طموحها وأمالها واستقلالها المادي جاي الكوفيد، طاح كل شيء في الماء وقتها قررت أنها تبعث مشروعها. مشروعها فاش متمثل هو المشروع الأول والوحيد في تونس في معالجة القمل. إيه نعم، معالجة القمل اللي هو إيفا، يعني ومنها صغيراتنا في المدارس وفي ربما الأنشطة الرياضية وغيرها. هي أكثر واحدة مؤهلة باش تحكي على هالمشروع. يسرى بكوش، أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا. عايشك عايشك، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. عايشك يعيشك، أنت نورتنا وشرفتنا. دونك كيما قلنا حاملة لي شهادة جامعية، تبارك الله خدمت نجحت وصلت لأعلى المراتب زادة في مجالك في القطاع الخاص، جاي الكوفيد طاح كل شيء في الماء وقررت انك تنطلق انطلاقه جديده مع مشروعك ومع استقلاليه ماديه وذاتيه. اعطينا تفاصيل. كما حكيت انت بالضبط، باك بلس 6، عندي ماستر في ماستر دو ريشيرش في المانجمنت استراتيجي من الـ HEC، ومن بعد كنت باش نكمل في الباركور نتاع، حبيت نخرج نولي بروف يونيفرسيتير، استاذه جامعيه، استاذه جامعيه. ومن بعد قلت لي خليني نخدم، دخلت في الدومين تاع التجاره، فهمت، قعدت 10 سنين توسكي كوميرس وكل شيء. جربت الفلوس، جربت وعرفت الفلوس، قيمه الفلوس، وعرفت قيمه الفلوس، قد ما تخدم قد ما تربح زاده، بالضبط، قد ما تتعب وقد ما تلقى بقدره ربي. ومن بعد جا الكوفيد، كريز على العالم كامل، وانا ملي انا صغيره ديما نحب نعمل حاجه مشروعي الخاص، فكره تكون انا اللي عملتها، انا اللي خلقتها من الاول للاخر. دونك جات حاجه انسانيه، ظرف انساني عشته انت في حياتك اليوميه مع بنتك، وهالتجربه ربما كانت هي الفانوس اللي حلك لمبوبات وقال لك هذا هو مشروع حياتي. بالضبط، هذيك هي. احكي لنا تفاصيل ياسر، هي تضحك وطريفه لكن فما شيء صدفه في الاخره. فوالا، جاء بنتي القمل وعملتهم الكل، راهو بكيت ومشيت شريت يجي 4 ولا 5 دويات من الفارماسي كيما الناس الكل، كيما الناس الكل، ووصيت العباد الكل باش ما تحكي لحتى حد، خاطر بالنسبه لي انا حاجه عيب. تو يقولوا امها مسخه، تو يقولوا امها مش ليا بيها. باش بعديك كريت اللي فما الكونسيبت هذايا في الخارج، في الاوروب وفي امريكا، قلت علاش لا، الفانوس شعل كيما قلت انت بالضبط، قلت علاش لا، بديت بشويه بشويه. معناها قبل ما نشوفوا ونفهموا ونخوضوا تفاصيل بعث هالمشروع بشويه بشويه، بانا راس مال كان فما ولا ما فماش، بانا اراده، بانا اطراف كانوا موجودين معك لمساندتك، خلينا مع الناس شوفوا مقتطفات من مشروعك اللي هو اول مركز في تونس لمعالجه القمل الوحيد في الجمهوريه التونسيه. شوفوا تفاصيل وراجعين لمواصله الحديث مع يسرى. مرحبا. الحاجة أم الاختراع، إنك تلقى روحك في موقف يجعلك تخمم وتقرر وتبدأ في مشروعك، هو الاختلاف. مشروع مختلف وجديد والوحيد في تونس. يسرى بكوش، رغم تكوينها الأكاديمي وعملها في مجالات مختلفة في المجال الخاص، تخليت على كل شيء وافتتحت أول مركز لمعالجة القمل في تونس. تفاصيل المشروع تعرفوا عليها مع يسرى. دونك هذه هي الحكايه نتاع العائله الكل اللي اليوم كما قلت باحراج، كاينه عيب، كاينه عار انه ولادي عندهم القمل، دونك ما فماش علاش واحد باش يحشم ولا باش يخاف ولا يحس بالعار، عادي هذا يصير. ولليوم 2023 صغارنا وفي كل فتره معينه خلال الموسم الدراسي المكاتب تراسل الاولاد تقول لهم ردوا بالكم راه اولادكم عندهم في شعرهم القمل، وتبدا عمليه النظافه ولا عمليه النظافه للعائلات الكل. قبل ما نحكيو في هذا، دونك انت وقتها سي قررت باش تبعث المشروع، كيفاش كانت الانطلاقه وبانا راس مال؟ باهي الانطلاقه بديت ساعه، بديت حليت
الانترنت وبديت نعمل في برشا بحوث على القمل برشا، نلقى حتى ديتيز تخدموا على ديتيز دو دكتوراه تخدموا على القمل، قريت برشا 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 عليه اللي وصلت نحلم به معناها تلما دخلت هكا تشبعت به الموضوع على الاخر. ومن بعد اتصلت بالمراكز علاج القمل اللي برا باش عملت معاهم، قمت بالتكوين والتربصات اللازمه في فرنسا اديستانس، وبعد مشيت عملت تكوين فوالا تكوين، ومن هنا وبعديك دخلت في انكوباتور حاضنة مشاريع حاضنة مشاريع وشاركت معاهم. بالضبط شاركت معاهم، دخلت على اساس فكره معناها مكتوبه على ورقه ما عندي حتى شيء. هما اللي شجعوني وعطوني لي مويان معناها الوسائل والتكوين اللازم باش نجمت نبدا. كما قلت لك بديت باج فيسبوك وباج انستغرام ونمرو تليفون وانطلقت، جيت بحط شيء شريت جوست الماتيريال اللي حاجتي به وتوكلت على ربي. والانطلاقة كانت ما نعرفش، أنا نرجع ونقول خاطر ديما الناس تسأل وحتى في لي كومونتير اللي نشوفها ساعات تضحك، يقول لك نهار كامل يجيبوا في الناس يحكيوا على مشاريع ويقول لك بلاش حتى فرنك، كيفاش هذايا معقول مش أي. معقول كاينهم قاعدين يلعبوا بينا ولا يتلاعبوا بينا؟ الوغ كو الحقيقه اي برشا ناس بدات مشاريعها بفكره موجوده على الورقه لكن بالاسرار بالعزيمه بحاضنات المشاريع التكوين اللازمه تحلت ببان بدون ولا دون امكانيات. بالضبط. هذا اللي صار معك. بالضبط، هو راهو مش المشكل في الفكره، المشكل في الخدمه، المشكل كونك تكون مقتنع بالفكره نتاعك وتخدم عليها صباح وليل. العباد كي تراك مقتنع وقاعد تقدم لهم في حاجه انت تمن بها هما يوليو يمنوا بها. انت مشيت وقلت لي اكثر من هكا، وقلت لي كانت عندنا ما عندي حتى فرنك بديت مشروعي، عندنا بوست تطلفح في الدار هزيتها حليتها خدمت بها، ولليوم هي تليفونك لليوم هي جوز فيليجات نتاع امك دونك حليتهم وحطيت فيهم ماتريالك شويه ماتريال اللي لازم يعني الادوات اللازمه واقتنعت بالفكره وحكيت عليها والناس اقتنعت بيك وبدات الحكايه. واول حريفه وقت اللي مشيت لها لدارها، خاطر بجيت كنت نمشي للديار، ما قلت لهاش لي انت اول حريفه، ليه نحكي بكل ثقه على اساس ديجا متعدي على راسي درا قديش باش نجمت ان. كيفاش كان اول لقاء واول حريفه؟ ليلتها ما رقدتش الحقيقه، تريتمون نورمالمون يشدني ساعه، قعدت فيه ظهر لي ساعتين. بالخوف بالرهبه خايفه على المراه لا ما لحظتش بالكل، ما لحظتهاش الحقيقه الحمد لله، وهي بعثت لي من بعد اصحابها اخرين يعانيوا من نفس المشكل وتواصلت الحكايه. من الاول خدمت برشا، كنت تمشي ادوميسيل تتنقل على عين المكان على للناس عين وللعائلات ومن بعد تبارك الله وليت كومبلي دونك وليت الناس تجيك للمقر نتاع المشروع نتاعك وتبارك الله قاعده تخدم الحمد لله والحمد لله. دونك لهنا نحب نسال على رده فعل الناس ازاء التعامل، تقول لهم انا عندي مركز لمعالجه القمل للكبار للصغار لكل الاعمار وكل الفصول كيفاش يتفاعلوا كيفاش يتعاملوا؟ من الاول حاشمين من الاول حاشمين والا لا عادي عندنا القمل جينا باش نداويو كاي مرض، فما هكا وفما هكا. باهي نحكي لك على البدايه، من الاول زعما بالحق زعما حاجه افيكاس زعما باش يمشي سور ما يرجعش، وبعد كي شافوا الخدمه وشافوا النتيجه وحدهم معناها تويكا برشا يكلموني يقولوا لي الحمد لله بوكاو موجوده بليش بيك شنو نعملوا؟ لذي انا نتسائل معناها نقول يا اخي بالحق بل كيفاش كانوا يعملوا العباد، فهمت؟ خاطر راهو القمل هو باش نحكي عليه شويه به، القمل هو انسكت بارازيت يعني حشره بارازيت يعني ما تعيش كان في شعر الانسان تخرجها من شعر الانسان. وفيها انواع بربي فما ثلاثة أنواع نتاع قمل، يعني فما نوع خفيف خاطر فما نوع كان بالدويات اللي موجودة في لي فارماسي كي تعمل ضربات هكا في الشعر وتخليه البرودوي في الشعر بعد تدوش لولدك تلقاها تنحى، وحسيت أنه فما أنواع أخرى من القمل تحط الدواء تحط الخل تحط المايونيز كيما قالوا أسمع لي غوسيت دو غون ميغ الكل وحتى شيء ما يمشي. دونك لهنا فهمت أنه فما أنواع هو الأنواع القمل مش في الشعر راهو، معناها فما قمل يجي في بلايص أخرين مي مش في الشعر. أي فما كذا أنواع في بلايص في البدن معناها فهمت؟ اي مي احنا اونتريت البيديكولوس هومانوس كابيتيس اللي هو خاص بشعر الانسان فهمت؟ هو بطبيعته القمل مخلوق من اللي تخلقت البشريه راهو. دونك بالوقت عمل ريزيستونس للدويات، هذاك علاش ولاو الدويات ما عادش ينفعوا. الحاجه الوحيده اللي تنفع فيه هي الطريقه الميكانيكيه. يتنحى بالاسبيراسيون بالشفط ومن بعد بالفليه باش نحيو كالسيبان اللي هو العظم تاع القمل اللي يلاصق في الشعره بكل سبيسيال على الاخر
طبيعي من عند ربي. طبيعي من عند ربي. داير العلماء قاعدين يعملوا عليهم في بحث باش يعرفوا كيفاش معناها الكون نتاعو ياسر ياسر ريزيستانت. باهي احنا فهمنا انه فما انواع في القمل. هالقمل هذه يوجد على مدار السنه في راس الناس. أي. يعني انا سالتك قلت لك حتى في الصيف مع السخانه ومع البحر والماء المالح وباقي فما قمل في الصيف. وباقي فما قمل. على مدار السنة. على مدار ما دام البشرية موجودة ما دام القمل عايش معنا. عايش معنا، خاطر هو يعيش في وسط الشعر. الشعر اللي في درجة حرارته ما بين 36 و 37 درجة. هذيك ايديال بالنسبة لي. فوالا. بالضبط، هو يموت يا إما في السخانة برشا أكثر من 60 درجة، وإلا في البرد برشا في الكونجيلاتور. هذوما طريقتين، وإلا كي تقطع لي تخرجوا من شعر الإنسان. باهي جلسات العلاج هذه قداش تدوم وبمعدل كم مرة بالنسبة لنا اللي عندنا صغيرات عندهم القمل قداش من مرة؟ مثلا نعمل تريتمون مرة في الشهر، مرة في الجمعة، مرة في الجمعتين، كيفاش؟ باهي الإنسان اللي عنده القمل كبير صغير اللي هو مهما كان مهما كان العمر، عنا احنا يجينا في حصتي. الحصة الأولى تقعد حسب التقريب ما بين ساعة غير باع وساعة. يخرج منها أمور واضحة، ما عادش يعدي، نجم يرجع يقرأ على روحه، أمور واضحة. بعد 7 أيام يرجع لنا حصة ثانية متاع مراقبة دوم ما بين 15 دقيقة ماكسيموم 30 دقيقة كونترول. فوالا. والسعر متاع هالجلسات هذه؟ السعر أنت وطول الشعر وأنت والكثافة زادة متاع الشعر. تتراوح بين قدا وقدا يعني. يتراوح ما بين 50 و 110 دينار للعلاج كامل، للحصتين مع بعضهم. باهي لهنا صغار أكاهو هما اللي نعالجوا فيهم، وإلا صغار وكبار، مختلف الأعمار، نساء ورجال، الكل هتعاني من القمل. أنا الحقيقة ساعات يجوني عائلات كاملين. و90% نتاع الامهات تعدي، خاطر الام تلقاها ديما تعنق وتبوس في صغارها ولا هي بيهم ويمشطوا فرتشيتا نتاع شعر، دوك الام تتعدي بسهوله تامه. الاعمار الكل مادام عندك شعر في راسك مادام ماكش معفي من القمل معناها، فهمت؟ والحرفاء نتاعك هم بالاساس من تونس العاصمه والا يجيوكم من مختلف الجهات؟ والله ولا حتى من خارج تونس ربما؟ ابعد بلاصه جاوني جربه. أي. من جربة جاو لتونس يحيوا القمل. اي جاو بالذمة باش خاطر مسكينة وقتها قعدت تعاني فيه 5 سنين وجربت الحلول الكل وما نجمتش، دوك كانت مستعدة لكل شيء المهم تتخلص منه. يعني نجم يقعد في 5 سنين في شعرنا إذا فقنا به وداويناه ويعمل ريزيستونس ومقاومة للدويات الكل. باش نفسر لك كيفاش، كي تلقى العائلة كاملة معدية. أوكي. وهي ماهيش فاتنة الأم. في بالها ديبي صغير، بعد جمعة ديبي صغير الآخر، بعد جمعتين ديبي صغير الثالث. وهو يعدي. يلزم فرد نهار عائله كامله تداوى والدار تنظاف وانتهى الامر. كيفاش ننظفوا الدار؟ اذا نظفنا وعملنا جلسات العلاج وتمنى انه ما عادش فما قمل، لكن ربما القمل على الملحفة على الكوفير تاع الجرايه على المخده. بالضبط. كيفاش نجم ننظف وانا برودوي يلزمني ننظف؟ ما نستحقوش برودويات. انا راني ديما نسهلها الى اقصى حد. به قشره المخده، الملحفه، الخطاء، المناشف، هذوكم الكل يا اما تغسلهم في الماشينه لافي 60 درجه والا تحطهم في ساشي كبيره وتسكر عليهم مده 48 ساعه من غير حتى شيء. كيف ما حاجه تموت. يموت وحده. يموت وحده، هو ماكسيموم يعيش 48 ساعه خارج شعر الانسان، فهمت؟ وبالنسبه للشيت والشكاكل وكل شيء ساشي في الكونجيلاتور مده 24 ساعه يموت. يموت يعني نرجع للكلمه اللي قلتها، هي في السخانه برشا هي في البرد برشا يموت. فوالا. داكور سهله ريتا. وبيه نحب نسال على رده فعل. انا وكي كلمتك ونسق معك نضحك، مش نضحك على الفكره ليه، نضحك انه كيفاش وصلنا اليوم بمرحله وعي معينه انه واحده عامله باك بلس 6 خدمت في البريفي، كانت مسؤوله على فرق عمل كبيره، قررت وقالت لي باش نخدم مشروع خاص في معالجه القمل وكان الاول في الجمهوريه التونسيه. وتبارك الله توا كومبلي والناس الكل تحكي على هالانجاز والمشروع. الحمد لله. كيفاش تعاملت مع رده فعل؟ باك بلس 6 وعامله مشروع تحفيز القمل. دونك كانت فما نظره دونيه، كان فما سخريه، كان فما تهكم. كيفاش فعلت مع هذا الكل وكملت مشوارك بنجاح وثبات؟ ما سمعتهمش بالحق، ما سمعتهمش، مش غصبت على روحي باش ما سمعتهمش، كي داخل منا خارج منا. علاش؟ خاطر انت مقتنعه اصلا بالفكره. على الاخر على الاخر، خاطر نعرف اللي تويكا الوالدين يخدموا ياسر، اللي ما عادش عندهم وقت باش واللي التريتمون تاع القمل حاجه صعيبه، نحب ولا نكره حاجه صعيبه، تطلب برشا وقت، وصغير ما يركحش لوالديه، دونك فما بوزوان جديد تولد، فما حاجه جديده تولدت اللي هي شكون يجي يعمل التريتمون تاع القمل، معناها انت في بلاصه ما تقعد تمشي للفارماسي وتشري الدويات وكل يوم تعمل وتنحى ما تنحاش وهاوي يحك بالك شي مازال، فهمت؟ كالشك هذاك الكل تجي في حصه واحده
تخرج اكتشف نحب الناس اللي هنا الصغيرات كيفاش تتعامل معاهم، خاطر ساعات فما صغار يتفاجعوا ولا كي يشوفهم سختو بالفلايه تبدا تهبط والشيء يبدا هابط هابط هابط، يبداوا باهتين يعني في عينيهم تشوف التعجب، انا عايشه معايا قمله ولا حشرات في شعري سنة بات سونس، وانا نظيف وانا ننظف وانا ندوش وانا مثلا نعمل في سبور وديما نغسل. دونك كيفاش تتعامل مع الصغار وقت اللي انت تحطهم وتبدا في ورشات العلاج ولا جلسات العلاج، فماشي كلمات فماشي يعني تعامل خاص مع الصغار وانت تنحي في القمل. باهي، ساعة أولا هو ما قلنا ما عنده حتى علاقة بالوسخ. لا لا بالعكس، هو يموت على شعر نظيف. القمل ديما يمشي في شعر نظيف خاطر يمشي فيه بسهولة تامة. الشعر الموسخ ما ينجمش يمشي فيه بسهولة، هذه حاجة. ثانيا والله الصغار تلقاهم أقل خوف من الوالدين. الوالدين هما اللي يجيو يبداو في حاله كحدهم، الصغار نورمال عادي، وانا زيد نحكي معاهم راهو حتى ساعات يقولوا لي راهو نقولوا له قشره، نقول لهم لا راهو احنا بالنسبه لنا احنا موضوع القمل من غير تابو، نحب تكون حاجه عاديه على خاطره حاجه عاديه. اي خاطر تو مشكله راهو في عقليه ولا. الاولياء أي. اللي هما عداوها لصغيراتهم على اساس عيب وعار، عندك قمل اسكت ما تتكلمش بالضبط، وكانها جريمه وكانها حكايه احنا عملناها بالضبط، احنا حاجه تعدينا بها موجوده في المجتمع موجوده مع ذات الانسانيه. اي دونك بالضبط، دونك انا نعطيهم زاده يصوروا يعملوا لي برشا ديسان على القمل، البيرو كله معبي بالديسان تاع يا حق، جبت لنا تصاور باش نشوفوا يصوروا الناس الصغار ولا يصوروا على التريتمون كيفاش، يصوروا القمل يقولوا لي ميرسي اللي عاونتنا يعطيك الصحه، فما اللي عيط لي طبيبه شعر، فما اللي عيط لي طبيبه قمل. دونك الحقيقه صغار الحمد لله. فما فكره يقال انه في دول الخليج انه يتم عمليه زرع القمل في الشعر بتكاليف باهظه جدا، علاش ما نعرفش، مع على اساس انه في فيتامينات وفي حاجات تغذي الشعر والا باهيه للشعر، ما فهمتش، اما سمعتها من مصدر واثنين وثلاثه. دونك الكلام هذا صحيح ما مدى صحته والا لا، كما يقولوا احنا لهنا على اساس جداتنا يشرب في الدم نتاع الصغير. صحيح يشرب في الدم نتاع الصغير. مال علاش يعملوا له زرع في الشعر؟ بلدان الخليج. اي علاه؟ ما عنديش فكره الحقيقه، اما سيونتيفيكمون علميا مش صحيح. علميا هو يشرب الدم تاع الصغير تاع اي انسان يجيه، وكي يتكاثر برشا راهو يولي خطر على الصحه، يعمل انيمي يعمل فقر الدم، يعمل انيمي، فما بلايص نتاع شعر ينجموا يتنحاو كومبليتمون، الجرح نتاعو يولي يكبر وتولي انفكسيون وتولي امور اخرى معناها. أي. يعمل جرح هو؟ اي ما هو كي يبدا العبد يحك يخبش وهو من بعد يجي يتغذى منها البلاصه هذيك وبظوافر فهمت؟ لا ماهوش صحيح معناها، يلزموا يتنحى. وصلنا لمرحلة وعي اليوم في تونس، نجموا نحكيوا على وعي كبار وصغار، أولياء فهموا أنه راهو حاجة يلزمها تداوى مش بالطرق الرعوانية البديلة الحاجات التقليدية. ولا جذال ولا فيتوكس ولا جيز، هذا كله اخترع الصحة. ولا جيز، نسمع شكون يحكي على جيز في الشعر للصغار. اخترع الصحة، ماهوش صحيح معناها. طريقة ميكانيكية الفلية تاكل شيء يتنحى. نحب نحكي شويه لهنا يسرى، خاطر نعرف اللي انت تحب مشروعك، انت مقتنعه به وحتى لقت عينيك تاكد انه ولا على بالك لا بالنقد لا بكلام الناس، عندك فكره مشيت فيها نجحت فيها وتبارك الله، نرجع ونقول كومبلي دونك على مدار الفصول كبار وصغار، قلت لي من شهرين بيبي للمامي يعني المسنات اللي تلهوا بالصغيرات الاعمار الكل الاعمار الكل. لهنا نحب نسال على مدى وعي التونسي، نجموا نحكيوا على وعي معين يسمح للعائلات ان تهز كرابتها وتتنقل لمركز لعلاج القمل، والا مازلنا بعاد شوي؟ مازلنا اجمالا بصفه عامه مازلنا، الحقيقه مازلنا. ساعات يكلموني يقولوا لي عسلامه مدام، تو يعرفوني انا معناها بوكا هو سنتر تاع قمل، عسلامه مدام راهو ولدي ولا بنتي جاها حاشيك القمل. نقول لها ساعه اولا ماهوش حاشيني القمل، راهو حاجه عاديه معناها وبرا كان جاها شنو المشكل؟ برشا يحبوا يجيو ويبداو وحدهم، يحبوش العباد الاخرين يشوفوهم، نقول لكم راهو اللي باش يجيو لهنا كلكم في الهواء سوا، راهو ماهوش عيب معناها، ما لا هو عيب لا هو تقصير منك ولا هي قله نظافه، علاش باش تحشو؟ هذا اما احنا مشيت فينا راهو معناها حتى في جدودنا وكل شيء معناها، انا حتى لميتي ربي فضلها تقول لك اوه اللطف فهمت؟ عملتوش اتفاقيه مشيتش انك تمشي في ثنيه الاتفاقيات مع المدارس العموميه والخاصه في جلسات لتنظيف الأقمال من الشعر نتاع الصغار والكبار، خاطر فما فترات محدده من السنه اصلا المدارس تبعث لك مراسلات وتقول لك رد بالك راهو فما فتره عدوى كبيره في المدارس. أي. وبالتالي لازمك تثبت، وبالتالي فك الفترات نتاع الذروه
نتاع البرودكسيون نتاع القمل. فما يجي هكا دي فورماسيون تمشي تعمل حملات توعويه تفسر للصغيرات انه عادي فما قمل، والا اكثر من هكا اتفاقيات مع المدارس لتنظيم حملات لنزع القمل. نزع القمل. بالنسبه للاتفاقيات اون كور. وبالنسبه للحملات التحسيسيه عملنا شويه في الروضات. ولا روضات ومدارس راه. اي شويه بدينا شويه بالروضات، المدارس مازلنا على خاطر المدارس ما شاء الله يقريوا في برشا معناها عدد كبير، يلزم شكون اكيبا كبيره باش نجموا في اقصر وقت نجموا نشوفوا الصغار الكل. باهي صعوبات لقيت شي صعوبات يسرى في المشروع؟ طبيعة. اهم صعوبات اللي لقيتها اضافه الى راس المال، لكن راس المال ما كانش عائق بالنسبه ليك، خاطر اصلا الادوات اللي استعملتها واللي تستعملها في خدمتك ما تتطلبش كالامكانيات الكبيره. حتى الفلوس اللي ربحتها من افكار حاضنه المشاريع مشيت خدمت بها السيت و اكسبير كونتابل والبهرج نتاع السيت اللي خدمت به وسوقت المنتوج. الصعوبات هي كونك تكمل، كونك تكمل كل يوم في مشروعك، وانا راني ام زاده معناها ام ومراه وصاحبه مشروع في تونس سايبه شويه، باش ما نقولش سايبه برشا. دوك فما صعوبات، ديما فما صعوبات، صعوبات باش تكمل بنفس الشغف العزيمه والشغف بنفس العزيمه. الخدمه متعبه معناها بدنيا متعبه. تخدم وحدك ولا معك شكون؟ توا حاليا وحدي ونفركس على شكون، دونك مرحبا باللي يحب. متعبه بدنيا. دوك ساعات شنو اللي طلع لي المورال ويخليني نكمل؟ كي تبعث لي بعد في اخر النهار مساج ام تقول لي يرحم والديك راك منعتني، هكا منعتني معناها. نقول وقتها نتفكر وترجع لي معناها علاش انا خلقت المشروع هذايا، كوني باش نعاون العباد اللي حاجتهم بالاعانه هذايا، باش نحي من على كتافهم حمل كبير. فوالا ستريس كبير. يوالا فوالا ستريس كبير بالضبط. كلمة الختام لكل شاب تونسي عنده حلمة عنده فكرة عنده طموح باش يوصل يعمل مشروع ومازالت الفكرة حبر على ورقة على جرد ورقة مطيشة، شنو تقول له؟ نقول له فازي امشي امن بحلمتك اخدم عليها صباح وليل وتوكل على ربي وما يهمك في حتى حد، وأي عبد يحب يخليك توخر لتالي ما تسمعش وكمل وواصل. شكرا لك يسرى بكوش صاحبة مشروع مركز معالجة القمل الوحيدة في تونس على التوضيحات بخصوص هالفكرة اللي احنا مستحقينها الكل كأولياء وكمجتمع، خاطر مازلنا بالنسبة للحكاية هذه عايشين في لي غوسيت دو غرومير والا العيب وحشك، ومازلنا في الحكاية الفارغة اللي ما عندها حتى صلة وحتى علاقة بالواقع وبحقيقة هالحشرة اللي تعيش وتتغذى على دم الإنسان. إن شاء الله مزيد التوفيق والنجاح بارك الله فيك. ان شاء الله تولي برشا فروه في الجمهوريه ان شاء الله، ونلقاوك في المدارس في المعاهد وتقوم بحملات تحسيسيه ان شاء الله تعاون وتوجه الصغيرات وتفهمهم شنو هو واقع وحقيقه هالقمله هذه اللي تعيش معنا في حياتنا. شكرا لك مره اخرى نورتنا. بارك الله فيك. مزيد التوفيق والتوب فايف مع شفيقه النصراوي، وراجعين مع ضيف اخر. مرحبا بكم. عايشه. الذكاء الاصطناعي هو أكثر التقنيات شهرة في عصرنا. يمكن الذكاء الاصطناعي الآلات من خلال تطبيقات من إنجاز المهام بفعالية وسلاسة كبيرة، واليوم نقدموا لكم أفضل تطبيقات الهاتف الجوال اللي تعمل بالذكاء الاصطناعي وأكثرها استخدام. البداية باش تكون من خلال تطبيق سيري. سيري هو أشهر وأقدم مساعد شخصي من ابتكار شركة أبل وأكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي شيوعاً. انطلق العمل به منذ عام 2011، وسيري يمكن من خلاله إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية والرد على الأسئلة وتقديم اقتراحات باستخدام الإرشادات الصوتية. جوجل أسيستنت أكثر التطبيقات تطور، ظهر في عام 2016 وهو مساعد افتراضي يعمل بالصوت يدعم الذكاء الاصطناعي. تطبيق يستمع إلى التعليمات المنطوقة أو المكتوبة، ويتضمن التطبيق الأوامر الصوتية وعمليات البحث الصوتي وجدولة المواعيد والترجمة. أليكسا هو مساعد رقمي متطور جداً، يسمح البرنامج للمستخدمين التحكم في الأجهزة الأخرى اللي تعمل بنظام أليكسا، مثل تقنيات وتجهيزات المنزل والأجهزة اللوحية والسيارات. تطبيق مكن أمازون من تحقيق أرباح قياسية. كورتانا تطبيق يمكنه تتبع بياناتك الهامة مثل مقاطع الفيديو والصور والملفات الخاصة القائمة،
وينجم يربط هاتفك بالحاسوب ويسهل لك الولوج للملفات الخاصة بيك وين ما كنت، كما يمكنك من معلومات حول أهم برامجك التلفزيونية والمسلسلات والبرامج الرياضية المفضلة ليك. إلسا سبيك هو تطبيق يعلمك بالأساس اللغة الإنجليزية، يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، تطبيق سهل الاستخدام وبسيط جداً حتى في طريقة تعليمك للغة الإنجليزية المبسطة. مرحبا بكل من التحق بينا مع ضيف جديد، معلومات جديدة، خبرات جديدة، حكايات جديدة. أنا واحدة من الناس في كل مرة نكتشف زيد كبير وطاقات جبارة، ونرجع ونقول هذا الكل يعود إلى الذكاء والعبقرية التونسية. عبد المنعم زيتوني مهندس ومدرب في التنمية الذاتية، مكون في مجال التنمية الذاتية، تقني في مجال أنماط الشخصيات، وهذا اللي كنا نحكيه فيه، أنه للشخصيات أنماط وأنواع يتم تبويبها وتقسيمها وفق معايير محددة. أول مرة نسمع عليها، لكن ونجيوها خلينا نركزوا على موضوعنا. اول حاجه مرحبا بك. عايشك نورتنا. دونك باش نحكيوا على وعي العلاقات، العلاقات في الاسره، العلاقات في العمل، العلاقات في العلاقات العاطفيه، فما تذبذب في هالعلاقات ما بين نجاح وفشل، ما بين تازم، خلافات، صدامات، رفض، فسخ للعلاقات وبالتالي توتر وزوبعات كما نقولوا احنا عاطفيه. اللي نحب نعرفه أول حاجة، ما هو وعي العلاقات وما هو ربما مفهومك وتعريفك لوعي العلاقات؟ أول حاجة أميرة يعطيك الصحة على الاستضافة. مرحبا. فرصة مهمة باش نرتقي في الوعي، وأنا نعاود نشكرك مرة أخرى على الباساج اللي تعدوا زملائي الكل في التنمية الذاتية، على خاطر قاعد تعطي في معناها رؤية جديدة للوعي بالمنظور متاع الوعي، مش بالمنظور القديم متاع العلاقات، ولا منظور القديم متاع الوعي اللي احنا قبل يمشي في بالنا اللي إنسان واعي هو الإنسان المتحضر. الفكرة توا بالبرنامج بتاعك انت قاعدين نوصلوا المستوى أعلى بياسر في حكاية الوعي، يعني الإنسان الواعي ما عادش عنده علاقة بالتحضر، التحضر حاجة أخرى، من الإنسان الواعي نقوله احنا هو الإنسان الواعي بالخطاب الداخلي، الأفكار متاعه، المشاعر اللي تنجر على الأفكار، وسلوكهم بعد ما نجر عليه هذا المشاعر. الوعي يعني في كلمة وفي خلاصة الأمر، الوعي الذاتي هو علاقتك مع ذاتك، بالضبط. مع روحك، بالضبط. مع كل ما يتقال داخلك والصوت الداخلي، كيفاش تنجم تنظف، كيفاش تنجم تداوي، كيفاش تنجم تعالج الصدمات، الهفوات، حتى الكرمات، الحاجات بالضبط. اللي عشتها في حيوات سابقه وما تعرفهاش، هذا الكل لازمك انت تلوج عليه، الخدمه تخدمها بيدك وحدك، فما حد باش يخدم. اكزاكتومون. كي نحكيو وعي علاقات لهنا، فما حاجه مهمه اللي وراه، ما عادش باش نتعامل مع علاقتي باي شخص، مش تعامل انه علاقه صدام ولا سطحي. صراعات ولا علاقه سطحيه. يعني في العلاقات في المنظور الواعي نقولوا اي علاقه جات معها رساله، هذه لازم اي شخص يمن بها. اي علاقه انت لهنا في الخدمه نتاعك، اي شخص في الخدمه نتاعه، راهو كل علاقه دخلها فما رساله جابها له الشخص هذاك. وانا ديما نقول رامس رسول، يعني كل شخص هو رسول مبعوث باش يعاونك في مهمه معينه. وهذه يشوفوها برشا عباد في اول رحله ارتقاء في الوعي، يقول لك علاقات الدعم كثرت. أنا قبل ما يكون قبل ما يلعب، وقت اللي يكون يلعب في دور الضحيه نقولوا، ووقت اللي يلوم في الدوله، ويلوم في العباد، ويلوم في خوه، ويلوم في عارفه، ويلوم في العباد الكل، يلقى ديما التجارب نتاعو تجارب سلبيه. وقت اللي هو يوعى فيق، معناه اللي راه هو المسؤول على اللي قاعد يعيش فيه، هو المسؤول على واقعه وعلى تجليات كل حاجه في حياته، بالضبط هو المسؤول عليها، بالضبط. هو اللي خلقها، هو اللي بناها بتفكيره وبقناعاته، بالضبط. هو مجرد ادراك انه انت المسؤول على كل حاجه تعيشها، وبالتالي انت تتحكم في حياتك الكل. يرحم بوك، يعطيك الصحه. اكزاكتومون. بالنسبه للوعي العلاقات، خلينا نبداو بوعي الاحتياجات العاطفيه. يعني احنا علاقاتنا كيفاش بدات؟ يقول القائل اول بيريود مهمه حكيت عليها ليز بوربو، اللي هي كاتبه كتاب لي سانك بليسيغ دو لونفونس، هذه ديما يحكيوا عليها. كتابها مهم على الاخر، ننصح كل شخص يقراه. كيف نحكيو على علاقتنا، اول علاقه بدات مع والدينا، يعني ما نجموش نحكيو على وعي العلاقات من غير ما نبدا نحكي على البيريود نتاع 6 سنين اللي انا عشتها، اي شخص عاشها مع امه وابوه في البيريود هذيك. يقول لك في البيريود نتاع 6 سنين هذيك انت عشت تجارب، وديما نقولها ونركز عليها، تجارب عشت مع والديك. فما شكون يقول لي منعم شنو هي التجارب، انا ولدي بيبي شنو هي التجارب اللي عاشهم معايا؟ لا، تجارب عشت تجارب كبيره مع والديك في 6 سنين. ومن منظور الوعي المعلومه اللي هي مهمه وبرشا ما يتقبلوهاش، اي تجارب تعيشها من بعد بتاع ظلم، بتاع كذب، بتاع خيانه، بتاع نفاق،
كلها هي متاتيه من جروحك العاطفيه اللي عشتهم بالبريود هذوكم. كيفاش يعني من بيبي تتكرر؟ أي. يعني سامحني انت بيبي من صفر لست سنين هو يقول لك ملي هو نطفه في كرشك وهو سي تخلقت فيه الروح وقاعد يتبع فيك ويحس بيك ويحس بكل شيء به. تفهمنا انت ست سنين صغير يعني بعض الاستثناءات يمارسوا عليهم يعني عنف ولا ضرب ولا قهر والا هذوما استثناءات، لكن في عموم الامر والواقع يعني الصغير ديما في امان مع عائلته مع امه مع ابوه. دونك شنو ما هالممارسات السلبيه اللي نجم يعيشها بدون وعي الاولياء وبعد تاثر على مسار حياته ككل؟ خاطر النقطه المهمه باش نحكيو على الاحتياجات العاطفيه اللي يحتاجهم الصغير في البريود هذيك. فما ثلاث احتياجات وما فماش رابعه اللي هما اول احتياج للحب، احتياج للامان، والاحتياج للتقبل والاعتراف. الاحتياجات هذوما ثلاثه الصغير في البريود نتاع ست سنين كان يستقبل فيهم من ام وابوه، ما فمش علاقه اخرى. خاطر ينجم يكون شكون يسال تو يقول لي فما شكون تربى عند ماماته ولا نقول له اوكي كيف كيف نفس الحكايه. المفيد في البريود هذوكم الصغير قاعد يستمد في الاحتياجات هذوما ثلاثه اللي هما الباز نتاع ستابيليتي ايموسيونيل. يعني اذا ضرب اي مقاوم من المقاومات الثلاثه راهو فما شخصيه مهلهله من بعد مضروبه في الصميم في المبادئ اللي تحكي عليها الامان القبول والحب والعاطفه. يعني اذا خذا عاطفه وحب دون شرط ودون مقايضه باش يمارس الحب دون قيد ودون شرط ومش اعطيني باش نحبك والا مدلي باش نحبك. اذا عاش الامان والاستقرار باش يعيش في امان ويعيش الناس في امان، واذا عاش التقبل بكل ما فيه من حاجات خايبه حاجات باهيه باش يقبل روحه ويخلي الناس تقبله. هذا هو بالضبط. من بعد انا نحب نفهم على حاجه انت حكيتها اللي هو المفروض وقت نحكيو على العلاقات نحكيو على علاقتنا بذاتنا. هالعلاقه هذه كيفاش نجم نبنيها وتكون علاقه سويه والصوت اللي داخل انت خايب انت به ما عندكش ثقه في روحك وكل انسان يعرف من داخل شنو اللي ماشي شنو اللي مش ماشي معاه. بالضبط. كيفاش نجم نخلق هالتصالح والمصالحه بيني وبين ذاتي؟ بالضبط. هي نقطه مهمه ديجا يسرى اللي كانت قبلي حكيت بالباهي وقت اللي سالتها قلت لها والكلمات الناس شنو كيفاش تعاملت معاهم؟ قالت لك يدخل منا يخرج منا. هذايا سا غوفليت اون فورت بيرسوناليتي داكور. باهي نرجع لمنظور الوعي. في منظور الوعي الاحتياجات الثلاثة هذوما يلزم كل شخص تو يتبع فينا يكون مدرك اللي هو المسؤول على تغذية هالاحتياجات الثلاث. له مثل المرأة ماهوش راجلها ومسؤول باش يغذي لها الأمان والحب والتقبل. في الخدمة مش عارفك مسؤول باش يعطيك الاهتمام والحب والتقبل. إن فوا توصل أنت ديجا كي باش نحكيو على الوعي بالذات، إذا كان أنا وصلت اقتنعت اللي راه احتياجاتي هذوما ثلاثة اللي هما الباز نتاعي تاع علاقتي المستقرة مع روحي، إذا كان نقتنع اللي هما مسؤوليتي ديجا سيء. نقول لك حاجة أنا 90% باش نمشيو للخلافات. خاطر شنو منين جايين الخلافات؟ الخلافات 90% اللي يوصل يفهم بالباهي احتياجاته ومن بعد ندخل في القيم والانتظارات. كان فهم يلعب مع الاحتياجات قيم انتظارات سي بون علاقات الكل تولي متناغمة اللي باش نحكيو عليه في آخر المداخل. تو باش نحكيو على الوعي بالخطاب الداخلي. أميرة برشا يقول لي مثال أنا تو بحذاك ما نجمش نحكي على الخطاب الداخلي خاطر قاعد مركز معاك في الموضوع. وانت كيف كيف واي شخص تو حاضر في الاستوديو اكيد حاضر في اللحظه هذه. اي باهي الخطاب الداخلي بالنسبه لي انا نلخصه في كلمتين اللي هو انسان مع روحه كي يحكي يلعب دور الضحيه ولا دور المنقذ. باهي دونك انا اذا لعبت الضحيه راني ضايع واذا لعبت المنقذ راني ضايع. شنو هو الدور اللي لازم نلعبه مع ذاتي بعد ما حكيت مع ذاتي وكنت انا في تجانس ومعادله معاها حبيتها وقبلتها كما هي؟ دور الحياد. الدور اللي يلزم اي واحد مش يلزم ديما نقول من المستحب ما نحبش الاجباري عرفت. هما التجارب يعلمونا اميره. معناها ما نجمش انا نجي نقول تو راني انسان متصالح مع روحي 100%. ما نجموش نقولوها علاش خاطر كل يوم عندنا تجارب جديده وكل يوم احنا في علاقات مختلفه كسوسوا واحد من اللي يخرج الصباح من الدار ويتعدى في ترونسبور ومن بعد يمشي للخدمه مع زملائه في الخدمه والا مع عائلته في الدار اتسيتيرا. دونك ديما فما علاقات وانا ديما نقول الحياه راهي علاقات. معناها كتنحل علاقات من حياتنا شنو بقى؟ ما بقى حتى شيء. معناها هذاك علاش لازم فما استثمار والا استثمار واعي انا نسميه في علاقتك بروحك وعلاقتك بالعباد اللي دايرين بيك. به العلاقات بالنسبه لي هي بنك، هي بانكه. بالضبط. فما بانكه فيها الفلوس وفما بانكه فيها العلاقات. خاطر توصل للمرحله بالو تنجم تقضي قضيتك وقضيه الناس، بالو في اي حاجه من احتياجات حياتك بالو تقضي قضيتك. بالضبط. وبالتالي هي بنك فيه برشا موارد برشا علاقات اذا ربحتهم وكنت انت زاد الند للند معاهم وكانت علاقه نيه مبنيه على نوايا صافيه
انتهى الامر. صحيح، احنا تو لهنيك باش نحكيو على وعي العلاقات اميره، ما عادش باش نشوف العلاقات كانها مصالح، معناها لازم نشوف كل علاقه هي علاقه جات لفتره معينه باش نكون في العلاقه هذيك، وراه كان كملت الرساله من الشخص هذا باش يختفي باش يختفي من غير ما تكسر راسك. ولهنا قوه العلاقات اللي بدا فيها تعلق. يا مي عبد المنعم راه لهنا تو الناس الكل تحكي، يقول لك حتى الناس اللي اذيتك، الناس اللي وجعتك، راهي كلها حامله لرسائل، ولازمك تفهم الرساله. هذه كلمه افهم الرساله يا خويا، انا عندي سنين وانا نلوج، شنو هو الرساله؟ علاش تتكرر نفس المواقف نفس الاشخاص؟ ما فهمتش الرساله. دونك انا كيفاش نوصل للمرحله باش نفهم رسائل الاشخاص هذيا، باش الكوشمار هذا الكل يتفسخ ويمشي والناس على رواحهم، نفهم انا فهمت رسالتي وليت انا في امان، صح؟ هذه هي المعادله. سؤال مهم، سؤال ديما يسأله لي وفات على المسنجر، كيفاش نفهمه؟ يسالني واحد يقول لي منعم انا عندي تجربه الفلانيه، يحكي لي تجربته ويقول لي راه تتكرر لي. تتكرر. شنو الرساله؟ نقول له ما دام تتكرر الرساله انه لازمك كف اخر قوي وفات باش انت تفيق. باهي. فهمنا هذيا. حنقول لك الرساله شنو هي. شنو هي الشيفره نتاع الرساله؟ اول حاجه في اي تجربه، إذا كانت خاصة تجارب الظلم، أنا أكثرية الاستقبال يجوني عباد يحكي لي على شخص يظلم فيه. أول رسالة من تجارب الظلم مثال، لازمك تشوف أماكن الظلم اللي أنت قاعد تظلم فيها لروحك. باش نعطي مثال. وفي علاقة بدور دور المنقذ. دور المنقذ، وأنت جبت مثال على حكاية البنوك. أنا البنوك نقول لك أنت أميرة تصور عندك شيك فلوس، أما الفلوس هذه هي طاقتك أنت. معناها كل يوم عندك شيك فيه نقولوا احنا 100 مليون طاقة. داكوغ؟ اللي يلعب في دور المنقذ قاعد يظلم في روحه، كيفاش؟ انه قاعد يعطي في الملايين كانه كل يوم من الصباح يستنزف في طاقته من اجل الناس. 30 مليون على خاطر واحد طلبته مهزش عليه، 30 مليون على خاطر واحد وعدني باش نقابله اخذت له ما قاليش صباح الخير. اكزاكتومون. 40 مليون فما صاحبي في مشكل لازمني نمشي نعاونه، وحكايه صاحبي في مشكل لازمني نمشي نعاونه بالحق رجاء لكل شخص صاحبك يبدا في مشكل ماكش مطالب باش تعاون. علاش؟ وراه اي شخص يجي يقول لك عاوني 80% يحبك تسمعه هكا هو. احنا التونسي ما نحبوش يكون يعاوننا، معناها في اللاوعي نتاعنا ما نحبكش تعاوني، اما تسمعني اوكي مرحبا بك. احنا شنو يصير فات؟ انا نطلبك نقول لك اميره عندي مشكل نعملوا قهوه باش نحكي لك في المشكل. تجي انت في دور المنقذ نتاعك تسمعني بالباهي، تاخذ الانرجي نتاعي وطاقتي السلبيه، خاطر انا عندي مشكل دونك طاقتي سلبيه. باش تاخذ الانرجي نتاعي انا السلبيه وباش تبدا تلعب معايا دور المنقذ كيفاش؟ اللي هي تري كاتاستروفيك، اني كل ليله تبات انت تستنزف في طاقتك باش تلقى لي حل. لهني ماهوش دوري، ماهوش دورك، ماهوش دوري. ولهني علاش نلعبوا في دور المنقذ امير؟ على خاطر نربطوا في دور المنقذ بالحب. نربطوا فيه الحب المشروط. صحيح. اللي لا علاقه له بالحب. صحيح. الحقيقي، غادي تحبني ونحبك من غير شرط من غير قيد. صحيح. كل واحد عنده ثنيه وعنده مسار. صحيح. انا نقول لك فما خلافات تصير على في الماسنجر. معناتها وصلنا احنا لدرجة وعي، انا عبد خلى لي فيو ولا خليت له فيو، شفته ما كلمتنيش، ما كلمنيش من غدوة نعمل له مشكل. اي معناها هالخلافات هالصدمات هذه الكل هالتذبذب في العلاقات بكل ما فيها من مخزون من علاقات من حاجات اللي احنا تورثناها اب عن جد في معاملاتنا اليومية. بالضبط. فيش نجمو هذا الكل نطيشوه نفسخوه ونبنيو علاقات سويه كما قلنا الاساس مع ذواتنا، حبينا رواحنا، فهمنا رواحنا، حصلنا رواحنا وحياتنا، مش اللي يجي يدخل يخرج في حياتي بالطبيعة. وقت ما يحب كيف ما يحب. دونك كيفاش نوصل لهالتوازن؟ اول الناس الكل تلوج عليه مش لاقيت. اول تمرين في حكايه الحضور والا الحياد مع معرفه الذات، هو تمرين ديما نقوله للناس الكل. الخطاب الداخلي ما تنجمش تسمعوه تو، الخطاب الداخلي تسمعوه قبل ما ترقد، ديما نقول لهم العباد قبل ما ترقد شوف الصوت هكا اللي يجيك قبل ما ترقد، خاطر وقتها ما تنجمش تكذب على روحك، وقتها باش يجوك الافكار السلبيه ما فيها باس تشد ورقه، وهو تمرين معروف راه تمرين ليكريتور ثيرابي ديكريتور، تاخذ الورقه هذيك الخطاب اللي جاك كيف ما هو اكتبه كيف ما هو. ومن بعد تعمله؟ من بعد اون فوا انت كتبته ديجا تعرف قداش قاعد تعمل تو كري دي سيناريو انكونسيون اللي هما مدمرين لك حياتك، ويقول لك في طرق قضيت بانرجي نيجاتيف غدوه الصباح باش تكون فاشل. برشا عباد يقول لك انا قد ما نرقد نبقى فاشل، علاش؟ الخاطر ماهوش واعي بالخطاب الداخلي السلبي اللي قاعد يعيش فيه وقاعد يستنزف له في طاقته. دونك هذه اول تمرين، انه انا ساعه نوع بالافكار نتاعي المشاعر نتاعي والخطاب اللي قاعد نحكي فيه لروحي كل يوم. داكوغ. ثاني تمرين اميره هو سلم القيم. ما فمش خلاف. سلم هاوكينز؟ سلم الوعي هذاك هاوكينز. سلم القيم هذايا انا نشد نعرف نجم كل واحد يقول لي نعرف القيم نتاعي ميك، نقول له اخدم ليكزرسيس طلع لي 20 ولا 10 اهم قيم انت تمن بهم في حياتك شنو، تو يلقى صعوبه باش يطلعها. ونعطي مثال في حكايه الخلافات، انا القيمه نتاعي هي الاحترام اكزومبل،
القيمة العليا متاعي الاحترام، وانت أميرة القيمة العليا متاعك هي العائلة. متفاهمين؟ باش نتقابلوا العشرة متاع الصباح اكزامبل، باش تقابلوا العشرة متاع الصباح، انا جيت العشرة غير ربع، وانت بيسكو قيمة العائلة هي اهم من قيمة الوقت وقيمة الاحترام، جاتك حاجة في العائلة، دونك بجلت العائلة قبل ما تجيني انا. في وعي العلاقات كي نبدا عندي وعي بالعلاقات يلزمني يكون عندي هيك المساحة تاع انه كل شخص عنده الحرية وحق يتعامل بالقيم نتاعو طبقا للبريوريتي اللي هو حطها. اذا كان انا قيمتي نتاع الاحترام وانت ما جتنيش في الوقت وانا نتغشش ونطلب ما نعرفش شنو نقول لك وقتها، فهمت شنو حبيت نقول لك؟ دونك انا بالطريقه هذيك جو في كري لي كونفلي، وهذا شنو اللي يصير ما بين العائلات الازواج في العلاقات نتاع لي كوبل كيف كيف، في العلاقات نتاع الاسره كيف كيف، ولدي ولدها صغير يحب يفطر بحدا التلفزه، هي تكون القيمه نتاعها مثلا النظام، النظام معناها ما لازمكش تفطر بحدا التلفزه، لازمك تفطر كان في الكوجينه، ويصير الخلاف على حكايه فطور. بالتالي كيفاش نجموا نحترموا قيم بعضنا، قناعات بعضنا، سؤال مهم على فوالا، ونرتفعوا في الوعي باش نعيشوا بسلام. قوه الارتقاء، لهنا قوه الارتقاء، اني انا نتعامل مع كل شخص بكل حب لا مشروط بكل رحمه. انا ديما نقول اول حاجه ترحم روحك وترحم الشخص اللي قدامك باختياراته. راهو كيفاش نعمل كونفلي، انا ديما شنو نقول للمبات، عندك دو سيناريو، انت كيفاش تعمل كونفلي، اسكو حليت الحل؟ اذا تعقدت ماكش باش تحلوا الحل. واذا كانك انت تختار انك تتعامل مع كل شخص باختياراته وكلنا نعيشوا في سلام، في حب وسلام وامان، وعلاقاتنا تكون متناغمه، ولهنا يدخل التناغم، اني نحترم كل القيم والانتظارات نتاع كل شخص، باش انا بيدي نكون مرتاح مع روحي وكل شخص يكون مرتاح معي. وقيمه الارتقاء في الوعي، حتى سامحني اميره، طاقيا طاقيا يقول لك اذا كان انت وصلت فهمت مواطن الاستفزاز اللي الداخل اللي سببهم لك اي حدث خارجي، مش بالضروره شخص، اي حدث خارجي، واحد عمل كومبورتمون ما عجبكش، لازم تسال روحك علاش ما عجبنيش؟ شنو هو الاستفزاز فيا انا من داخل؟ هو مريتك خاطر، دونك صلح انت من روحك. بالضبط. واضح، هذه فهمناه. انا نحب نحكي على زوز حاجات مهمه برشا، خاطر اول مره نكتشف الحكايه هذه. تقني في مجال انت ساده، تقني في مجال انماط الشخصيات. أول مرة نسمع به. فما أنماط للشخصيات، وبمعنى تقني يعني تعمل دورات تكوينية تحكي مع الناس وتحدد صنف كل شخصية، وبالتالي كيفاش تتعامل، شنو نقاط قوة نقاط ضعفة، كيفاش تعيش بسلام مع كل الطاقات الموجودة معك. معناها سبحان الله هو لوتي انياغرام، اسمه انياغرام، الانياغرام سي ان لوتي ديفلوبمون بيرسونيل، بدا بالموند نتاع سبيريتواليتي، ومن بعد ولا في الدومين دو ديفلوبمون بيرسونيل، تو في ليزيتازوني يستعملوا فيه في الريكروتمون. اون فيت معناها انا كيف نعرف اميره شنو البروفيل نتاعها، نعرف انه البوست اللي يمشي مع البيرسوناليتي نتاعها وتكون بلو بروديكتيف كوا. داكور، شنو هما الانماط؟ ما قداش فما من نماط؟ فما تسع انماط اللي هما بعجاله هما بيرفكسيونيست، اول واحد بيرفكسيونيست، ايدون اللي يعاون، كومبيتيتور اللي هو ديما في منافس، الكاترو لارتيست الفنان، السانك هو البونسور المفكر، السيس هو الواياليست، السيت هو الجينيراليست ولا الابيكوريان، والويت هو الليدر، مي مش ليدر شيب، الليدر سي البوس، والنوف هو الميدياتور، الميدياتور هو بيس اند لوف اون فيت، هو لا بيرسون اللي ما يحبش كونفليكت. اقوى شخصيه في هذوما التسعه شكون؟ ما فماش اقوى شخصيه، جست معلومه، فوالا جست معلومه، هو كل شخص فينا عنده لو نوف تيب دو بيرسوناليتي. انا انت عندك لو نوف تيب، لكن فما شخصيه مهيمنه اكثر. اكزاكتومون، فما ان بروفيل دومينون. لي بروفيل هذوما ديغنييغمون اكتشفت اللي هما عندهم علاقه بلي بليسيور، ولهنا المتعه نتاع انك باش تتعامل مع كل بروفيل اون فيت. معناها كيف نعرف انا البروفيل 2 باغ اكزومبل عنده بليسيور، ما نقولوا احنا الجروح، جروح الماضي، لابوندون مثال، دونك نفهم اللي هو الرياكسيون نتاعو انكونسيونت، نولي نتقبلهم ونعرفهم علاش صاروا. نعطيك اكزومبل 4، انا حضرت لي وحده في فورماسيون، انا نحكي على البروفيل 4 وهي قالت لي انت تحكي على راجلي اون فيت. شنو هو الكاتر؟ الكاتر هو الارتيست. الارتيست عنده ان ايزولمون قوي برشا، الايزولمون نتاعو يخليه مثال يحب يمشي القهوه وحده، وهي لقات مشكل انه راجلها ديما يحب يمشي القهوه، ما يتواصلش معاها، ديما وحده ديما في القهوه، مي تجيه دي بيريود فيهم نسميهم احنا دي بيريود ديزانتيغراسيون ولا سيكوريتي. دونك انا كيف نفهم اللي الشخص هذاك راه البروفيل نتاعو 4 وعنده دي بيريود يعمل دي ايزولمون، نخليه يعدي البيريود هذيك من غير ما نعمل له حتى مشاكل، لا نقول له شبيك ماكش مهتم بيا، اش بيا ناقص، فهمت؟ يعني الكل مربوط بالقبول،
مربوط بالقبول وخاصه بالوعي بالمشاعر والافكار اللي انت عندك. واضح. شكرا لك عبد المنعم زيتوني، مهندس ومدرب في التنميه الذاتيه، مكون في مجال التنميه الذاتيه، تقني في مجال انماط الشخصيات. هذه زمان نحكي فيها مره اخرى باطناب وباكثر تفاصيل باش الناس تفهم وهي في انا نمط وكيفاش تنجم تتعامل مع الناس اللي اضدادها والا اللي كيفها. شكرا لك على كل التوضيحات، نورتنا وشرفتنا. مرحبا. يعطيك الصحه. عايشك يا اميره. ميرسي بوكو. يعيشك. نتعداو ونشوف مع بعضنا من خلال هالغوبورتاج صغير كيفية التذكير بالمشاركة وتكون موجودة معنا كضيف وإلا كباعث مشروع، وراجعين مع ضيف آخر. بن فرج تلميذه في معهد قرطاج بيرسا، قائده في جمعيه انتراكت كلوب تونس سيزار. اهلا وسهلا ومرحبا بك في ثاني اطلاله معنا في 10 10. مرحبا. مرحبا. محمد السعيداني، رئيس مطبخ وعضو في روتاركت كلوب تونس سيزار وعضو في جمعيه الهلال الاحمر. اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بك اميره، عايشك. شرفتونا بالحضور، دونك حاضرين للحديث ولجمع التبرعات الممكنه من مواد غذائيه، خضره، غله، كوجينه اللي باش تطيبوا فيها من اجل موائد الافطار لتقريبا عدد كبير من العائلات خلال شهر رمضان في منطقه الكرم. هذا هو. اي. به مريم، اعطيني بعجاله التصور النهائي اللي باش تخدموا عليه خلال موائد الافطار، تقريبا قداش من عائله باش توكلوها، المنطقه اللي باش يصير فيها هالموائد والا حملات التبرع، وتو نحكي مع محمد شنو هو اللوازم اللي يلزم الناس تحاول انها تعاونكم باش تحققوا هالهدف المنشود خلال شهر رمضان ان شاء الله. باهي، نعرف بروحي تك تك قبل. باهي دقيقه. عسلامة الناس الكل، دونك جو مي بريزونت مريم بن فرج، 16 سنه، تلميذه في ليسي كاتاج بيرسا، دوزيام اني ايكونومي اي جيستيون، و لا بريزيدونت دو لانتيرا كلوب تونس سيزار، يعني انا رئيس جمعيه القيصر. باهي، ديجا جينيكم قبل، جيتكم لو 13 سبتمبر 2022، والحقيقه فرحتوا بينا على الاخر، دونك نشكركم على الاخر على الاستضافه، ونشكر المتابعين خاطر بالحق مساعدتكم كانت حاجه مهوله على الاخر وشجعتني. هذاك علاش قلت لك استغلوا الفرصه، هذاك علاش قلت لكم بالصوت العالي، اعطيونا شنو هو الطلبات اللي مستحقوها، وانا نعرف انه قلب تونسي رحيم، وانه بقدره ربي هالموائد باش يتم تنظيمها على احسن ما يرام خلال شهر رمضان، والعائلات المنكوبه الكل ماهيش باش تكون منكوبه باش تشبع وباش تتعشى في احسن واحلى ظرف ممكن. دونك اعطيني فكره عن التظاهره، خلينا نتعدى لمحمد كشيف كوجيني، يعطينا شنو اللوازم بالضبط اللي ناقصه. باهي، احنا كل عام نعملوا دي زاكسيون ثلاثه كبار، اللي هي الغونتري سكولير اللي جيتكم عليها في سبتمبر، اللي وقت عاونا برشا عباد في الكتب في الكراس وكل شيء، وعندنا زاد اللي فيغو شو اللي هي تصير في الشتاء، لمدوا حوايج وكراظن ونعطيو للعباد، وعندنا اكبر اكسيون اللي هي اكسيون تاع رمضان اللي عملناه وديجا خدمناها مائده، وسنين ان شاء الله نحبوا نعاودوها اون كولابوراسيون مع الكرواسون روج الكرم، الاحمر التونسي بالكرم، بالكرم، ومع روتاركت كلوب تونس سيزار، ومع لانتيركت كلوب تونس سيزار، يعني ثلاثه جمعيات مع بعضكم من اجل تحقيق هالهدف. اي، خاطر هدف كبير. قداش من عائله انتم تحبوا تعشيها في رمضان؟ احنا كل يوم. ايه؟ كل يوم ان شاء الله نفوتوا 100 عائله ونفوتوا 300 بلا، كل يوم ان شاء الله هو لوبجيكتيف نتاعنا على شهر رمضان، ان شاء الله نفوتوا 9000 بلا،
وان شاء الله نفوتوا 250 عائله. دونك هذا لوبجيكتيف نتاعنا، شنو حاطينه من الاول من اول ما بدينا، مي ان شاء الله كل يوم نوكلوا اكثر من 100 عائله. قد ايه من وقتاش بدات التبرعات ربما في المغازات العامه من غير ذكرها اكيد وفي المحلات، وبديتوا تدقوا في بيبان ربما المستشارين اصحاب المصانع باش يعاونوكم من اجل تحقيق الهدف النبيل؟ باهي، احنا ديجا بدينا عندنا كيكا شهرين، بدينا نحطوا في ليزوبجيكتيف ولي بوان الكل مع بعضنا، نعملوا كل نهار اربع غونيون تلموا. ايوه حمله التبرعات بدات عندك هكا اكثر من شهر توا، دونك اكثر من شهر قاعدين نلمدوا عنا الديستون تاعنا اللي تابعونا على لي ريزو سوسيو، خاطر ما عنديش حق توا نذكر حسب ما نعرف، دونك تابعونا تعرفوا وين بالضبط، عنا في البلايص كل، عنا في الكرم في المرسى تلقاونا باختو معناها، وديجا من بعد نعطيكم لي كونتاكت، تكلمونا برسمي على ذمتكم في اي وقت معناها الحملات، دونك هذه هاو تصورك محمد لهنا، دونك هذه فكره على الموائد اللي صارت عم ناول بدعم من الهلال الاحمر التونسي ومن لانتيراكت وروتاراكت كلوب تونس سيزار، تبارك الله ما شاء الله. باهي مريومه تو نرجع لك، خلينا نعدي الكلمه لمحمد. محمد دونك انت شيف كوجيني مغروم وخذيت على عاتقك مسؤوليه انك تكون انت الشيف كوجيني انت وفريق العمل اللي معاك، تطيب موائد الافطار خلال شهر رمضان للعائلات الموزه خلال شهر رمضان. وقلت لي كانت عندك شهادات حيه وهي خلاتك حافز باش كل عام تثني الركبه وتقول انا لها. شنو هو الحاجات اللي ناقصتك اليوم واحنا امام ايام معدودات تقريبا من شهر رمضان، تقريبا 15 يوم، شنو الحاجات اللي مازالت ناقصه؟ بدات حمله التبرعات، فما حاجات توفرت وفما برشا حاجات مازالت ما توفرتش للاسف. صحيح اميره، والله والحق معناتها نتاع ربي، ديجا هذه ان شاء الله باش تكون تروازيام ايديسيون نتاع مائه رمضان. دونك بون مازلنا مستحقين الحق كويزين بيان ايكيبي تكون في زون البون ليو، باش تعرف معناتها لي مومبر نتاعنا ما ينجموش يديبلاسيو برشا. ومعنا قداش معاك عضو انت في الفريق؟ في الفريق كات في الكوجين أربعة يعني مستحق المطبخ مهيئ تقنيا باش ينجم يضمك انت والاربعه من الناس اللي معاك من اجل تحضير موائد رمضان خلال شهر رمضان. هذه الحاجه الاولى. شنو اخر؟ دونك مازلنا مستحقين دي ماتير بريمير معناتها اللي باش نخدموا بهم، اللي هما فيش متمثلين. قلت لك انا بكري المقارن الفارينة المعجنات، قلت لي سي با سا، فما حاجات ما اهم اللي هما دونك باش نكونوا مستحقين اللحم، دجاج، عظم، زيت زيتونه. تقريبا قداش من كيلو يلزمكم ولا ما نعرفش انا الكميات اللي موجوده، باش فماشي انسان عنده النيه انه يخرج زكاه والا يدعم هالمبادره، قداش يلزم ربما كميات؟ هو الحق نتاع ربي تاكيد الكلام مريم، معناتها باش نكونوا ان شاء الله كل يوم نخرجوا 300 بلا بار جور، دونك اللي هو معناتها نمبر باش نبداو به وان شاء الله باش نقدموا. ديجا عملنا ولا خدمنا معناتها هم صور عن الموائد. اي ديجا عملنا ولا خدمنا في 12000 بلا، دونك لاكسيون نحب نعطي الكو بريفيزيونيل نتاعها قداش تتكلف. قداش تتكلف؟ باش تكلف لنا ان شاء الله في 85 مليون 90 مليون. 85 90 مليون. دونك خاطر نحبوا نخرجوا منيو بيان ايكيليبري معناتها ونفرحوا اصحاب الحق في رمضان، اللي هما باش نحاولوا نعطيهم منيو يكون متوازن وما ياكلوش معناتها الحق ديما. قلت لي انا نحب نفرح العائلات وتقريبا نحب اكله صحيه متكامله فيها اللحمه فيها الدجاجه فيها الحوته فيها كل ما يلزم لها العائلات، وبالتالي النداء يوجه لكل الناس اللي معنيه بالامر، تنجم توفر كوجينه، تنجم توفر لحمه، دجاجه، حوته، عظم، المعجنات، مكسرات، الخلال، الخضر، الجبن، وشنو اخر؟ هذوما هما معناتها الماتيريال. الماء زاده؟ الماء بيان سور، خاطر الحلويات اذا امكن حاجه للسحور. هو موجود، خاطر حبيت احكي لك شويه عن المنيو، باش يكون روبا كامل متكامل، دونك باش تلقى فيه لونتري والسويت والديسير، وبيان سور ما ننساوش السحور معناتها. دونك مازلنا مستحقين كيف ما قلت لك ونعاود معناتها، الاكثريه ديما نلقاو الصعوبات في الحوت واللحم والدجاج والزيت زيتونه معناتها والتن، بون معناتها كما قلت انت المقارن وكل معناتها متوفرين هذوكم ونجموا نوفروهم، دونك انتم قلتوا انت تويك قلت الدوره الثالثه سنه، وبالتالي من خلال تجربتك خلال الموسمين الفارتين كيفاش كانت التجربه؟ يعني الاخر دقيقه اللحم والدجاج والحوت توفر؟ والله هو الحق معناتها ديما باش تلقى صعوبات معناتها، ديما نحاولوا ونقدروا معناتها نشوفوا كيفاش نجموا نقدروا باش نجيبوه، فما عباد تتواصل معانا لو طون اللي تشوفنا بدينا نخدموا وبدينا نتحركوا، دونك يكلمونا اوتوماتيكمون وين موجودين.
باش نعطي اكزامبل معناتها صغير، فما امراه معناتها كلمتني ليلة 27 قالت لي عندي عقيقه نتاع ولادي، جابت لي اربع علالش معناتها ليلة 27. تبارك الله. يعطيها الصحه وما وكلت العائلات الكل. وكلت العائلات. باهي مريم، نحب نسالك لهنا، علاش اخترتوا منطقه الكرم؟ والناس اللي باش تستفاد خلال شهر رمضان من توا تم تسجيلها على قائمه الانتظار الخاصه بلي تخوا كلوب هذوما، الهلال والروتراكت والانتراكت، والا كل انسان محتاج في الوقت هذاك يدق بابكم ويقول لكم رانا مستحقين اليوم ثلاثه وجبات ولا اربعه وجبات وتلبيو انتم النداء. كيفاش تتم العمليه؟ يعني للناس اللي تتفرج وفي حاله حاجه يسجلوا من تويكا، والا وقتها تجيهم ماكلتهم لديارهم وانتم تعرفوهم. ابروبو البلاصه، احنا ديجا ديما نمسوا بلايص مختلفين، عملنا ولا عملنا في المرسى سنة في الكرم اللي هي مع الكروسون روج في الكرم، دونك هذيك وين ديسبونيبيلتي نتاعنا دو ان و دو دو، فما بالليست يعني حاجه بيان اورغانيزي، دونك العباد اللي قاعدين نوفروا لهم بالحق عباد معناها مستحقين. اصحاب انتم تعرفوهم، انتم مشيتوا لهم والا من خلال التضامن الاجتماعي ربما، ولا من خلال مرجدات اجتماعيات تم التنسيق واعطتكم اسماء وقوائم العائلات المحتاجه؟ كيفاش تمت العمليه؟ هما ديجا خدمنا معاهم وتعاملوا وعملنا يعني. نعرفهم اصحاب الحق معناها مستحقين وكل، دونك ثقه، وان شاء الله ان شاء الله ليله 27 ولا ليله العيد ان شاء الله نفوتوا اصلا النومبر اللي احنا حطيناه معناها الاوبجيكتيف نتاعنا. مي توا عندنا بليسه وكل شيء، خاطر ماك تعرف حتى 100 فاهمين معناها، وباش تعمل لهم حاجه نظيفه وحاجه مزينه وحاجه برسمي على قاعده تسحق برشا برشا خدمه، دونك احنا العباد اللي توا حاطينهم في مخاخنا بليسه وحكايه منظمه ان شاء الله نفوتوهم في ليلة 15 وليلة 27. اللي يزكم تقعدوا تبعونا، تقعدوا كونكتي على لي ريزو سوسيو نتاعنا باش تعرفوا اسكو. اعطينا انت معاك ارقام تليفونات، اعطي للناس ارقام التليفونات، خاطر لهنا وقت اللي نلحوا ونقولوا راهو النداء واجب ويلزم الناس تلبي النداء في ظل الظرف الاجتماعي والاقتصادي الصعيب وفي ظل ارتفاع مشد لكل المواد الاوليه في حياتنا، دونك لا محال يلزم الناس الكل تتكتف اليد لليد وتعاون العائلات. كيفاش يتواصلوا معاك؟ باش نعطيكم ثلاثة نوامر تتحصلوا عليهم، يبدو ديسبونيبل 24/24 بالذمه لاكسيون هذايا. النمر الاولاني نتاع الكواسون روج اللي هو 27 547 840. اي والثاني 27 موجودين اوكي، تعدى في بيع وجلة. دونك نعطيكم النمر الثاني اللي هو نتاع الغوتاراكت كلوب تونس سيزار، 24 319 991. والنمر الاخراني نتاع الانتيراكت نتاعي 25 201 917. واضح، دونك اي نمر منهم تتحصل علينا 24/24. باهي محمد، بالنسبه للناس اللي تتفرج ينجموا يجيبوا فلوس والا يجيبوا المواد الاوليه اللي حكيت عليها؟ والله هو فما ناس ما عندهاش الوقت، تقول لك انا ما نجمش نتنقل ونمشي نقضي، يعني باش نعطيك مثلا اللي كتب في ماسو وانت برا اقضي كشيف كوجيني، تعرف شنو اللي لازمك. صحيح، هو بلو مومون احنا نجموا معناتها كسوا التروا كلوب ينجموا معناتها يقبلوا لي دون فلوس ولا قضيه معناتها. دونك ماذا بيا زاد الناس يعاونونا السنه، خاطر نحبوا نخدموا كيف ما قلت لك ان شاء الله ذا تروازيام اديسيون، دونك هما تعداو عامين حلوين برشا، دونك السنه نحبوا نكسروا الارقام الكل ونحبوا نفوتوا، ودونك حطينا اوبجيكتيف ان شاء الله باش نوصلوا ل 15000 بلا بار موا. ودونك فما متطوعين تستحقوهم يعني صغار شباب رجال نساء كل الاعمار كل الاصناف باش يعاونوكم على توفير هالمواد ربما وسائل نقل باش تنجموا تتنقلوا في البلايص كلها في الكرم العائلات، خاطر انا سالتك قلت لك فما موائد افطار مفتوحه في منطقه الكرم للعائلات كلها، مرحبا بها تجي وتاكل وتفرح في جو وفي امبيونس محلاه رمضاني، والا انتم تتنقلوا على عين المكان؟ قلت لي لا احنا نمشي وندق البيبان. وانا شخصيا نحكي عليك انت عشت لحظات مميزه جدا مع العائلات، احكي لي الاجواء كيف باش تكون السنه. والله هو ديجا خدمناها احنا عامين معناتها، كنا احنا اللي نقوموا بالليفريزون معناتها، احنا اللي نمشيو نطيبوا، وعندنا ديجا كما قالت مريم الباز دو دوني، دونك نوصلوا لهم لديارهم. دونك السنه ما حكينا فيه الموضوع ان شاء الله باش نخموا يا ليله النص ولا ليله 27 باش نحاولوا نشوفوا مع اطارات الدوله كيفاش نجموا مع البلديه بالطبيعه توفر لكم فضاء، توفر لنا فضاء وتهيئوه وتستقبلوا فيه الناس ان شاء الله. حكينا فيه الموضوع، دونك مازلنا ما خذيناش كونفيرماسيون من عند البلديه، وان شاء الله نحبوا نعملوها ونمتعوا اصحاب الحق معناتها بشقه فتره متميزه ان شاء الله. مريم، كلمه الختام، انتهى الوقت. نعاود نشكركم مره اخرى على الاستضافه. مرحبا وان شاء الله بالحق. جوش نقول لكم ارقام الهاتف بربي ديما خليهم. جوش نقول حاجه بالحق، راهو اي حكايه تعاون، راهو اخر مره عاونتونا برشا وان شاء الله المره هذه تسهلونا في برشا حكايات، دونك هاكا نوامر موجودين تابعونا على لي غوزو سوسيو. بالحق معناها شهر فضيل كيما شهر رمضان ما تعرفوش قداش اقل حكايه تعاون، دونك كونتاكتيونا نستناكم
وميرسي بوكو مره اخرى. محمد كلمه الختام. تاكيدا لكلام مريم، تابعونا على ريزو سوسيو معناتها كرواسون روش كرم وريتيراك تونس سيزار وانتيراكت تونس سيزار، باش تشوفوا الخدمه ان شاء الله اللي باش نخدموها وتكونوا اجور معنا يوميا وتعيشوا معنا اللحظه كيف ما نقولوا، ونستناو الدعم منكم باش نقدموا حاجه مزيانه في جهه الكرم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك محمد السعيداني رئيس مطبخ عضو في ريتيراكت كلوب تونس سيزار وعضو في جمعيه الهلال الاحمر. شكرا لك مريم تلميذه في معهد قرطاج وقائده في جمعيه انتيراكت كلوب تونس سيزار على التوضيحات بخصوص حملات التبرعات لموائد الإفطار في منطقة الكرم. إن شاء الله تجي تبرعات والخير إن شاء الله من قبل التوانسة في تونس وخارجها وتتغطى كل احتياجات التوانسة في المنطقة هذه. على قريب رمضان، فاحت ريحة رمضان، إن شاء الله مبروك علينا الكل وعلى عائلتنا. هكا وصلنا لنهاية الختام. للتذكير تواصلوا معنا ممكن عن طريق صفحتنا على الفيسبوك 10 10. تبقى على خير، في الأمان، باي. شكرا لكم.